ولدي كنت يلا صلي تعشينا وصل الليت الله يتقبل شي تبغيت نصلي العشاء لقيت الماء عامر عندي الفيضان بحال هكايا جلست انا يا بحال هكا كركركع حتى جابتي عامره ليا بالماء ملي جيت نقلب بحال هكا دارت تجيدت الماء جاي خرج ليا بحال من الزنقه جاي راجع ليا بحال البحر السبب امالي اللي دي هادو اللي كيحفروا في الزنقه هادو هما السبب هما اللي هرسوا القادوس ولحوا فيه الحجر وسدوه وطلح عليا الماء ديال الموبل وطلح عليا ديال الشارع وديال لاكور ملي هبدرت معاهم خرجت كان خرجت معاه قال لي سيري تيجي المسؤول وهذا المسؤول انا ما عارفاش فينا هو هذا المسؤول على من غادي نتكل انايا وغادي نضيع انايا نضيع انا وليداتي ونضيع حويجاتي ونضيع في كل شيء وانا على من عارف وانا هازه الليل كامل وانا كنطلب نغوط خرجت للشارع في نصاصة الليل كنعيط يصحابوني الناس ما عرفتو يعرفوني مصطيه ولا سكرانه حتى واحد ما دافيه تطلبت الكارديان في الليل قلت انا تنطلبك اخويا الا ما جي عاوني وقنقد لي وليدي وولدي ناط كيقفقف في نصاصة الليل في ديك الجوج ديال الليل وناط كيقفقف كله كيترعد ما عارف راسو باش تبلى ملي جيت فين ندور نوض الدري لقيت الدنيا كلها ويدان حتى حاجه ما بقات عندي القادوس هما اللي فرقعوا هما اللي فرقعوا ودابا ماشي واش هادشي حق ولا ما حق واش عندي شي حق انا علاش نهضر ولا ما نهضرش ها